السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات. بطبيعة الحال المسلك الدولي، إن شاء الله غادي نشوف في هذا الفيديو كيفاش يمكن لي ندير الريزوليسيون ديال واحد لينيكواسيون. غادي نتكلم على لي زينيكواسيون بخوميييغ دوغري ودوزيام دوغري، كاع داكشي اللي هو امبوغتون غادي تحتاجو في الثانية بكالوريا غادي نحاول نتكلم عليه. دونك قبل ما نبدا في لي زينيكواسيون بروميير دوغري ولا دوزيام دوغري، نبغي نذكر بعض القواعد اللي هي مهمه نحتاجوها. ملي تنقول اكس سوبيريور او ايغال واحد العدد نسميه اب، شنو تيعني هذا؟ هذا تيعني سي ايكيفالون دو دير كو، هذا الرمز راه ديال ليكيفالونس. هذا التعبير ملي تنقول اكس كبر من ا، سافو دير ان اكس ابارتيان كيل انترفال، ابارتيان لانترفال ا بلس لانفيني. هنا تندير فارمي لانه ا داخل بارمي لي سوليسيون ديال هاد راه ممكن نعتبرو انيكواسيون. داكوغ، ملي تنقول اكس سوبيريور ايكال ا، سافو دير تو لي نومبر ريال لي هما سوبيريور او ايكال ا، سافو دير تنهضر على هاد لانترفال هذا. داكوغ، ملي تتكون عندي اكس سوبيريور ستريكتومون ا، ça équivalent de dire que x appartient à l'intervalle a plus l'infini. غير هنايا في البلاصه ديال فين حدا ا نديرو كروشي الدرجه، يعني واحد لانترفال اللي هو اوفير عند ا، لان ا ان ابارتيان با. هنا تنقول اكس لي اكس سوبيريور ستريكتومون ا، ما عندناش ليغاليتي هنايا، هذاك الشيء علاش ما درتش انا فيرمي. فاش تنفعنا هادشي؟ ممكن تكون عندي واحد لينيكواسيون و بروميير دوغري وغادي انا تنخرج في الاخر نفترضوا مثلا لقيت اكس سوبيريور ستريكتومون مثلا 7 سور 3، غير نشوف اكس سوبيريور 7 سور 3. دونك انا في هذه الحاله هذه انا عندي سوبيريور ستريكتومون، دونك سوليسيون ديال هذه لينيكواسيون شنو غتكون؟ كنجي ندير اس ايغال وكندير هاك 7 سور 3 بلس لانفيني، يعني لو وصلت هذه ليطاب ها السوليسيون كيفاش نكتبها. داكوغ، مثلا لقيت اكس سوبيريور كالا غاسين 5، سوبيريور كالا غاسين 5، هنا لو عندي واحد لينيكواسيون بخوميييغ دوغري وفي الاخر لقيت هاد الريزولتا، السوليسيون تنكتبها سو فورم دان انترفال اللي هو الانترفال غاسين 5 بلس انفيني، كوم سا غاسين 5 بلس انفيني. يعني تنقول اكس سوبيريور كالا غاسين 5، صافي دي اكس ابارتيان الانترفال غاسين 5 بلس انفيني، اذا هاد الانترفال راه هو السوليسيون. داكوغ، de même façon ملي تكون عندنا x هاد المره انفيريور او ايغال ا، صافي دير تو لي نومبر ريال اللي هما صغر من ا، فهاد الحاله x غادي تكون ابارتيان لانترفال موان لانفيني ا، عندي ايغال دونك كيكون فيرمي هنايا. عندنا x انفيريور ستريكتومون ا، de même façon شنو يكون عندي هنا x ابارتيان لانترفال موان لانفيني اق، لكن عند ا يكون اوفر لانه هنا عندنا ستريكتومون. داكوغ، نعطي اكزومبل، ممكن تكون عندنا واحد لينيكواسيون بروميير دوغري تنخرجو فيها في الاخر لقينا اكس مثلا صغر من 8. الى لقيت واحد لينيكواسيون كوم سا وبغيت نستنتج السوليسيون شنو ندير هنا؟ بويسكو اكس صغر من 8 دونك لي سوليسيون هما لي نومبر ريال اللي هما صغر من 8، وهاد لي نومبر ريال هما تنهضر على الانترفال موان لانفيني 8. باش يكون هذاك الشيء تري كليغ باين لينا، راه ممكن دير غير الوسخ ديالك مو الاعداد اللي صغر من 8، الا افترضنا 8 هنايا العدد اللي صغر من 8 تكون هنايا، صافي دير مو لانفيني حتى ل 8، وهادشي اللي جيت كتبت انا هنايا. غادي تنديرو غير الا دخلنا تنقدروا نديروها في الوسخ باش نعرفوا لانترفال اللي غادي نكتبوه. هنا راه عندي مو لانفيني وهنا عندي بلوس لانفيني. داكوغ، تري بيان. دابا غادي ناخد واحد ليكواسيون، هي ليكواسيون بخوميييغ دوغري. انا نقدر لي زينيكواسيون بخوميييغ دوغري نقدر نجزئهم ليكم في ثلاثة الأمثلة، منزيدش عليهم، وتكونو شديتو قاع لي زينيكواسيون بخوميييغ دوغري. نفترضو مثلا عندنا إكس سوغ دو بلوس تخوا، داكوغ، سوبيريور إيكالا إكس سوغ فوالا 5، نقدر ندير هنا غير اكس، داكوغ، و
وهنا ندير 1 سور 6 فوالا. هنا بغيت ندير الريزوليسيون ديال هذه ليكواسيون. هذه ليكواسيون دو بروميير دوغري. هنا نقدر نفكر بعدا في توحيد المقام لانه عندي ديجا دي فراكسيون. مقام واحد غادي يكون هو 6. علاش؟ لانه هذا المقام هنا جوج، هنا شحال واحد، وهنا ايضا بحال عندنا اكس سو 1 عندنا واحد، وهنا 6. الملتيبل كومان ديال هاد المقامات كاملين الصغير فيهم هو 6. دونك نقدر ناخذ 6 هو المقام واحد. علاش؟ لان 6 ملتيبل ديال 2، ملتيبل ديال 1، ملتيبل حتى ديال لويمان. دونك باش تولي عندي هنا 6 نضرب لتحت في 3 والفوق في 3 تولي 3 اكس سور 6. باش تولي عندي هنا 6 نضرب هنا في 6 والفوق في 6 هتولي عندي 18 سور 6. باش تولي عندي هنا 6 نضرب هنا في 6 والفوق في 6 هتولي 6 اكس سور 6. هنا ديجا كاينه 6 دونك هذا الكسر ما غاديش يتبدل. ملي تولي عندي لي تام كلهم فيهم 6 نحيدو المقامات كاملين ملي تكنيك اللي شفتهم مام في الكوليج. دونك شنو تبقى عندي 3 اكس بلس 18 سوبيريور 6 اكس بلس 1. من بعد لي تام لي فيهم اكس سي ميو نجيبهم لهاد الجهة، و لي تام لي فيهم غير الاعداد جهة لاخر. 3 اكس غادي تبقى 6 اكس نحولها دونك غنغير لو سين تولي موان 6 اكس. الرمز تيبقى في بلاصتو، هاد لو 1 يبقى في بلاصتو 1، وهاد 18 اللي حولنا تولي موان 18. ديما ملي تنحركو شي طير من جي من طرف لطرف اخر تنغيرو الاشارة. ماتنا جو دوا سامبليفي هاد لي تيرم اللي فيهم اكس وهاد لي تيرم اللي فيهم اعداد. 3 اكس موان 6 اكس سي موان 3 اكس، و 1 موان 8 موان 18 سي موان 17. فوالا هاد لي طاب مازال ما ساليناش، مي هاد لي طاب الي تري تري امبورطون. ديما فين ما نوصل لواحد لي طاب كوم سا ما تيهمنيش هاد الرمز اللي كاين هو السوبيريور ولا انفير، ما تيهمناش. اللي تيهمنا ملي تنوصل هاد لي طاب عدد مضروب في اكس وهنا عدد ليتاب سويفون، اما هاد الرمز يتبدل ولا يبقى. هذا هو المشكل اللي كاين في لي زينيكواسيون، باش بحال لي قالتي ايكال تتبقى توجور في لي زينيكواسيون كاملين. هنا بالنسبه لي زينيكواسيون هاد الرمز هاد لو سامبول ديال سوبيريور ولا انفيور يقدر يتبدل بعض الاحيان. فوقاش يتبدل؟ فهاد ليتاب سويفون وبالضبط ملي تيكون هاد العدد نيجاتيف. علاش؟ لانه ملي تنبغي تبقى لي غير اكس هنايا خصني نتخلص من هاد العدد. اذا باش نتخلص من هاد العدد خصني نقسم عليه. الا جيت نقسم على هاد العدد فهاد الطرف حتى الطرف الاخر خصني نقسم عليه. الا كان هذا نيجاتيف هاد الرمز راه تيتبدل تيولي هاك، و الا كان هذا بوزيتيف تيبقى الرمز هو هو. حنا هاد لي طاب ما تنديروهاش. هاد لي طاب كنجيو ديما نجي دير كندير اكس و الجهه الاخرى بي سور ا. الا كان ا نيجاتيف الرمز ندير ليه هاك، كان ا بوزيتيف الرمز ندير ليه هاك. داكوغ تري بيان. انا وصلت نكملو على هاد ليكزومبل. انا وصلت لهاد لي طاب هادي دونك واحد لي طاب تتشبه لهادي ياك. فوالا العدد اللي مضروب في اكس هو موان 3 ياك. دونك شنو خصني ندير هنا؟ اكس تبقى هنايا و الجهة لاخرى تولي موان 17 سور موان 3. موان 17 سور موان 3. دونك شنو درت؟ قسمت على واحد نومبغ نيجاتيف. ملي تنكون قسمت على نومبغ نيجاتيف هاد الرمز خاصو يتبدل هنا. كون قسمت على نومبغ بوزيتيف هاد لو سامبول تيبقى هو هو متيبقاش يتغير نهائيا. لو نيميراتور متيهمناش يكون نيجاتيف ولا بوزيتيف، تيهمنا هو هداك العدد اللي غنقسم عليه. اون فيت هنا راه بحال قسمت هنا على موان 3 وهنا موان 3. شي علاش هاد الرمز تبدل؟ يا بخي نشوف واش كاين شي سامبليفيكاسيون هنايا. موان نمشي مع الواحد شنو تبقى ليا 17 سور 3. اذا انا نعطي السوليسيون هنايا. السوليسيون شنو غادي تكون؟ اكس صغر من 17 سور 3. فوالا نطبق هاد القاعدة. اكس ملي تكون صغر من شي عدد ها هو الانترفال اللي غادي يكون سوليسيون. دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ اعداد اللي هي صغر من 17 سور 3 سي الانترفال موان لانفيني 17 سور 3 الانترفال غيكون اوفير. داكوغ تخي بيان. نعطي اكزومبل واحد اخر. مثلا اون ا دو فاكتور اكس موانز ان سوبيريور او ايكال موان 3 اكس. جو دوا ديفلوبي هنايا لانو عندي لي بارونتيز. شاتولي عندي 12 اكس موان 2 هنا موان 3 اكس ابخي لي اكس في الجهة و الاعداد في الجهة بليس 3 اكس موان 2 الجهة لخرى تولي 2 ناتولي 5 اكس سوبيريور ا 2. في هاد ليطاب رد البال، قدر هاد لو سامبول يتبدل.
ندير هنا اكس الجهه الاخرى نشد 2 ديفيزي على هذا الفاكتور هذا 2 سور 5 5 اللي بوزيتيف دونك قسمت على نون بوزيتيف اذا هذا لو سامبول ما تيتبدلش داكور حنايا وفات نشوف هذا راه بوزيتيف تنعرف لي طاب الاخرى ما غاديش تبدل الرمز كان هذا نيجاتيف لي طاب الاخرى تيتبدل الرمز دابا نعطي اس دونك اس شنو تساوي اعداد اكس كبار من 2 سور 5 تنهضر على لي نوم ريال اللي هما كبار من 2 سور 5 سا فدي 2 سور 5 بلس انفيني وهنا اوفر لان هنا عندي ستريكس داكور تري بيان dernier exemple بالنسبه للزين كواسيون بروميير دوغري ممكن نلقى عندي مثلا 2x موان 7 سوبيريور ا 3x اون ا فوالا 2x نخلي هنايا موان 3x موان 7 الجهه الاخرى تولي 7 هنا شاتولي عندي موان x كي اللي هنايا تيبقى مشكل هنايا كيفاش تخلص من هاد المعادله سي تري سامبل هنا راه بحال عندنا موان زيرو احنا باش تبقى ليا غير اكس ونتخلص من موان نقدر نفكر انا نضرب هنا في موان زان تبقى ليا غير اكس ولا ضربت هنا في موان صح حتى الجهه الاخرى خصني نضرب في موان زان وحنا ملي تنضربو ملي تكون عندنا واحد لينيغاليتي بصفه عامه في هذا الرمز ديال سوبر ولا انفيريور وتنضربو الطرفين في ان نومبر نيجاتيف هذا السامبول تيتبدل اذا انا نضرب هنا في موان زان وهنا في موان زان اذا ضربت هنا في موان زان تولي هي اكس والجهه الاخرى في موان زان تولي موان 7 بويسكو انا ضربت في ان نومبر نيجاتيف هذا السامبول يتبدل يولي هكا وبالتالي اس شنو تساوي هنايا لي نومبر ريال اللي هما صغار من موان 7 سور 7 تنهضر على الانترفال موان انفيني موان 7 هادي هي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون اذا بالنسبه لي ليكواسيون بروميير دوغري ما فيهاش مشكل دابا ندوزو لي ليكواسيون دو دوزيام دوغري غادي نتكلم باغ اكزومبل او نو الى عندنا مثلا ان ايكواسيون ديالها كومسا x موان 3 فاكتور x بلس 2 هادي ممكن تصادفها بزاف يعني بصفة عامة مكتوبة على هاد الشكل هذا ax بلس b فاكتور cx بلس d سوبيريور ولا انفيريور ا زيرو ما تيهمناش هنايا المهم تتبان لك هنا بولينوم دو بخوميير دوغري وهنا بولينوم دو بخوميير دوغري هادشي اللي تيبان لي انا هادي راه مكتوبة على هاد الشكل هذا هنا اين فوا تعطاكم شي حاجة بحال هكا ديريكتومون كنمشي لطابلو دو سين كندير واحد طابلو دو سين هو اللي غادي يساعدني اذا هنا في الخانة الاولى كندير اكس الخانة الثانية كندير هاد الفاكتور اللي هو اكس موان 3 الخانة الثالثة تندير هاد الفاكتور اللي هو اكس بلس 2 والخانة الأخيرة ندير فهاد البرودوي كامل اللي هو x موان 3 فاكتور x بلس 2 وهاد القضية راه تنديرو ملي تيكون عندي هنا برودوي وهنا ضروري خصو يكون عندي زيرو داكوغ باش نكونو فاهمين تخي بيان من بعد هاد لي دو فاكتور خصي بجوج نشوفو فين تيتأنيولاو باش نعرف x موان 3 فين تيتأنيولا كندير x موان 3 كتساوي زيرو ونحل هاد ليكواسيون x إيكالا 3 دو ميم فاصون بالنسبة لهاد الفاكتور غندير x بلس 2 إيكا زيرو باش نعرف فين تيتأنيلا هاد الفاكتور دو جا لاخرى تولي موان 2 دونك هادي السوليسيون ديالها 3 هادي موان 2 هاد 3 موان 2 خصني نرتبهم هنايا طبعا بحال هنا راه موان انفيني هنا بلس انفيني فين الصغير في هاد جوج هو موان 2 تيتكتب على اليسر خصني نرتب الأعداد وثلاثة هي الكبيرة تكتب على اليمين أبخي شنو تندير كندير واحد الخط هابط هاك خط هابط هاك x موان 3 تتأنيولا في 3 شي لقيت هنايا دونك ندير واحد زيرو هنا x بلس 2 كتأنيولا في موان 2 هادشي اللي لقيت هنا دونك ندير واحد زيرو هنايا وهاد البرودوي هذا راه تيكون تيتأنيولا فين كيتأنيولا هادو بجوج يعني يتأنيولا هنايا ويتأنيولا هنايا دابا خصني نملا الجدول بلي سين بلس موان عندنا قاعدة حنا الله يرضي عليكم وهادشي تقدروا ترجعوا ليه في واحد الفيديو غادي تيكون حتى هو غادي يكون في اطار المراجعه الثانيه بكالوريا كيفاش نحدد لو سين ديال شي اكسبريسيون ديال شي بولينوم دايره كومسا قاعده عندنا شنو تندير كنشوف غير لو سين ديال ا انا راه هو هذا العدد اللي مضروب في اكس كيدير بوزيتيف كنجي قدام هاد على اليمين ديال هاد زيرو كندير بلس وجا الاخرى كندير موان موان كون كانت ا نيجاتيف ندير هنا موان ونجي على الاخرى ندير بلس داكور دو ميم فاصون هنايا
اليمين ديال زيرو صافي دير هنا وهنا شنو ندير لو سين ديال ا كي داير بوزيتيف دونك ندير هنا بلس وهنا بلس وجا الاخرى تكون موان تري بيان بقى لي هاد البرودوي كاين ندير تنعرف لو سين ديال البرودوي هاد البرودوي صافي دير هذا في هذاك دونك شنو ندير هنا موان في موان صافي بلس موان في بلس صافي موان اي بلس في بلس صافي بلس دابا عندي الحق نجاوب دابا solution ديال هاد ليكواسيون صافي دير نشوف فوقاش هاد ليكسبريسيون تكون كبار من زيرو يعني فوقاش تكون بوزيتيف هاد ليكسبريسيون هادي فين هي راه هي اللي كاينه هنا كنمشي هنا في هاد لاين نقلب غير على لي سين بلس حيت باغي نعرف فوقاش هادي تكون بوزيتيف كبار من زيرو لي سين بلس كاين هنا وهنا شنو تيعني هذا ان هاد ليكسبريسيون بوزيتيف في هاد لانترفال اللي هو موان انفيني موان 2 او بوزيتيف في هاد لانترفال 3 بلس انفيني اذا solution ديال هاد ليكواسيون اللي غادي يكون فيها هاد ليكسبريسيون كبار من زيرو هي فين هنايا بوزيتيف يعني هاد لانترفال اونيون هاد لانترفال لانه عندنا دوز انترفال اللي فيهم بلوس اذا موان لانفيني موان دو هنا واش ندير فيرمي ولا اوفير نرجع نشوف هاد الرمز عندي ايكال دونك يكون فيرمي اونيون عاوتاني هنا 3 بلوس لانفيني 3 دو ميم فاصون واش تكون فيرمي ولا اوفير تمشي نرجع نشوف هذا دونك عندنا ايكال دونك تكون فيرمي كوم سا تنكون جاوبت كون قال لي هاد ليكسبريسيون صغر من زيرو يعني قال لي حل هاد ليكواسيون اكس موان 3 فاكتور اكس بلس 2 صغر مثلا قطعا من زيرو هنا كنشوف كنرجع لهاد الطابلو يعني ممكن يقول لي جاوب على هادي ويقول لي استنتج مثلا السوليسيون ديال هادي كنرجع غير للطابلو ما غاديش نعاود هادشي كامل كنرجع غير للطابلو كنشوف هاد ليكسبريسيون فوقاش تكون صغر من زيرو يعني فوقاش تكون نيجاتيف ها هي فين هي هاد ليكسبريسيون راه نيجاتيف على هاد لانترفال موان 2 3 وبالتالي السوليسيون ديال هاد ليكواسيون غادي تكون هي موان 2 3 علاش درت هنا اوفير هنا اوفير لانه هنا عندنا ستريكت ما عندناش ايكال كون كانت عندي هنا ايكال ندير هنا فيرمي وهنا فيرمي داكوغ تخي بيان غادي نمشي ملي تتكون عندنا اون ايكواسيون كوم سا اكس موان 2 ولا موان 1 فاكتور 2 اكس موان 4 supérieur ou égal à 0 مثلا داكوغ هنا باش تمشي يكون عندك كسر كبار من 0 ولا صغر من 0 هنا عندك بولينوم هنا بولينوم كوم سا ديما طابلو تسين ها كيفاش ها اكس ها اكس موان 1 ها 2 اكس موان 4 على x موان 1 على 2x موان 4 غنشوف هذا فين تتأنيلا غادي ندير x موان 1 ايكا 0 صافي x ايكا 1 ونحل هاد ليكواسيون تاهي ندير 2x موان 4 ايكا 0 باش نعرف هادي فين تتأنيلا تولي هي 2x ايكا 4 هي x ايكا 4 سوغ 2 راه هي 2 مزيان هاد الأعداد خصني نرتبهم ها 1 ها 2 بطبيعة الحال هنا موان لانفيني هنا بلوس هنا بلوس لانفيني داكوغ تري بيان غادي ندير واحد السمنة باردون واحد الخط هنايا خط هنايا هاد التعبير تيتقالي ولا في ان وهذا لقينا كيتقالي ولا في دو وبالنسبة للفخاكسيون ما نديرش هنا زيرو هنا زيرو فخاكسيون خصني نرد البال كندير زيرو غير في البلاصة فين تيتقالي ولا نيميراتور اكس موان زان فين تيتقالي ولا في ان دونك زيرو يكون هنايا اما بالنسبة للمقام ما يخصوش يتقالي ولا بالنسبة لهاد الكسر هو فين تيتانيولا هاد المقام تيتانيولا في دو ولكن هنا بالنسبة للكسر ما نبغوش المقام يساوي زيرو إذا في هاد الحالة هاد الكسر ني با ديفيني أون دو كندير واحد دو باغ شنو تيجيني هذا أن هاد الكسر عندو واحد لو سونس إلا كان إكس ديفيرون دو دو أو بيان هاد الكسر هذا تيبقى صحيح إلا كان إكس ديفيرون دو دو وباش نعبرو على هادشي ان هاد الكسر ني با ديفيني عندو كندير واحد دو بار على جوج داكوغ يعني دو بار على هذاك العدد فين تيتانيولا فيه المقام هادي عقلوا عليها ديما الله يرضي عليك من بعد انا ندير لي سين ا هنا راه بوزيتيف هو واحد دونك غتكون هنا بلوس هنا بلوس على لي صرا تكون موان ا هي دو بوزيتيف دونك غتكون هنا بلوس وهنا تكون موان موان بعد كسر هذا على هذا صافي هذا على هذا ندير موان على موان صادون بلوس بحال الضرب و بلوس على موان صادون موان و بلوس على بلوس
سا دون بلوس. دابا يمكن لي نعطي السوليسيون اس، شنو غادي تكون؟ فوقاش هاد الكسر هذا يكون كبار من زيرو، يعني فوقاش يكون بوزيتيف غادي نشوف هاد البلاصه، نو غادي نشوف هاد. اذا بوزيتيف فين البلاصه؟ هنا يعني في هاد الانترفال موانا في ان فيرمي داكور، لانه انا عندي ايكار. ثم اونيون هاد الانترفال هذا اللي هو دو بلوس انفي، نورمالمون انا خصني ندير فيرمي لانه يعني عندي هنا ايكار. ميم اللي تيكون عندي على واحد العدد عندي عليه واحد دو باغ كندير اوفير، عقلو ليها. لانه في الحقيقة هاد الفخاكسيون ني با ديفيني اون دو داكوغ. و واحد الحاجة اللي هي مهمة، بارفوا حنايا الا بغينا يكون هداك الشيء اكزاكت، راه كنقبل من حد نحل هاد لينيكواسيون اللي تيكون عندي اكس في المقام، كنحدد سكون ابيل دومين دو ديفينيسيون ديال هاديك لينيكواسيون داكوغ. انا عارف دومين دو ديميسيون، دومين دو ديفينيسيون انا غادي نضمنو في الطابلو، داكشي علاش ما درتوش. يعرف عطاتني الريزلتا اللي بغيتو تنكون جاوبت على السؤال. تخي بيان، دابا غادي نشوفو واحد النوع ديال لي زينيكواسيون اللي تما تلقاهم في لي زيكزيرسيس وكتحتاجوهم، سيغتو في لا ديريفاسيون. بغيت نعرف، بغي نعرف لو سين ديال اف فريم، تنحتاج نكون ضابط لي زينيكواسيون مزيان، لانه راه درس مهم شتو في سانكيام اني. اذا هادشي كاع اللي خدمنا اليوم راه مهم نعقل عليه. غنعطي واحد لو تيب ديال لي زينيكواسيون انتوما اللي تنحتاجوهم، اللي تيتكتبو على شكل اكس وكاري بلس بي اكس بلس سي، كبار ولا صغار من زيرو. داكوغ، نعطي واحد ليكزومبل اون ريزو. هاد لينيكواسيون هادي مثلا اكس او كاري موان 4x بلس 3 سوبيريور او ايكال ا زيرو. بغيت نحل هاد لينيكواسيون، شنو تنمشي ندير لارت عليه؟ ملي تتكون عندنا شي لينيكواسيون ديال بحالك بغيت نحلها، اول حاجة تنرجع ايكواسيون، يعني نمشي نشوف بعدا فين تيتانيول هادشي، وضروري خص تكون على زيرو. موان 4x بلس 3 ايكال زيرو، هنا شنو غنمشي ندير؟ غنمشي ندير دلتا داكوغ، وملي غادي ندير دلتا هاد دلتا كيفاش تيتحسب؟ تحاسبو دلتا، تلقاو بخوميييغ سوليسيون، هنا تلقاو دلتا تلقاوها كبر من زيرو. واللي بغي يعرف كيفاش تنحلو لي زيكواسيون بحال هكا يرجع غير الفيديو اللي فيه لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري على هاد الشكل، راه يلقى الطريقة. أنا نعطي لي سوليسيون ديريكتومون اللي غادي نلقى هنايا، نتوما الا تعطاكم سؤال بحال هذا خصكم ديروا هذاك الشيء ديتاي. انا عطي لي سوليسيون ديريكتومون، غتلقاو هنا دلتا كبر من زيرو، بالتالي غتلقاو دو سوليسيون اكس ان، الا حسبتوها غادي تلقاو ان اكس دو، غادي تلقاو غادي تلقاو هنا تلقاو ان و اكس دو غادي تلقاو 3. وي فوالا، غتلقاو 3. إذا غتلقاو دو سوليسيون ان اي 3. إذا ملي غادي نلقى ان و نلقى 3 كنمشي ديريكتومون طابلو سين. شوفو طابلو سين كيفاش تنخدمو هنايا، كندير هنا اكس، وهنا شنو تندير؟ كندير هاد التعبير كامل اللي هو اكس و كاري موان 4 اكس بلس 3. فين لقينا التعبير كيتانيولا؟ ندير بعدا هنا موان انفيني، هنا بلس انفيني، لقينا هاد ليكسبريسيون تتانيولا في هاد، يعني ملي حلينا ليكواسيون لقيناها كتانيولا في ان و 3 بالترتيب، ان على اليسار، يعني خصو يكون صغير على اليسار و كبير على دروات. هنا كندير زيرو، هنا زيرو، صافي دير هاد ليكسبريسيون إل سانيول اون ان اي 3. عندنا قاعدة شنو تتقول؟ كتقول أن لو سين ديال هداك العدد اللي مضروب في إكس وكاري كنسموه عادة أ. شنو العدد اللي مضروب هنا في إكس وكاري؟ هنا راه هو واحد، راه بحال عندنا واحد. كي داير بوزيتيف لو سين ديال أ كتكتب هنا وهنا أليكستيريور ديما على على برا. دونك بيسكو أن بوزيتيف ندير هنا بليس وهنا بليس، يعني هاد بليس وهاد بليس راه غير الإشارة ديال العدد اللي مضروب في إكس وكاري اللي هو واحد. هنا كنديرو العكس موا. دابا تنعطي السوليسيون إس إيكال فوقاش هاد ليكسبريسيون غتكون بوزيتيف، يعني تمشي نقلب غير على لي سين بليس، غتكون بوزيتيف في هاد لانترفال و بوزيتيف في هاد لانترفال، سا فدير غيكون عندنا لا غينيون ديال هادي دو زانترفال موان انفيني حتى الان، بيسكو عندي ايكال هنا دونك فيرمي، اونيون عاوتاني فيرمي عند تلاتة بليس انفيني، يعني خديت هاد لانترفال و هاد لانترفال،
كون كان عندي هاد ليكسبريسيون صغار من زيرو ناخد هاد لانترفال اللي هو 1 3، لانه في هاد لانترفال غادي تكون هاد ليكسبريسيون نيجاتيف. داكوغ، تخي تخي بيان. ناخدو حالة أخرى اون ريزو اكس او كاري بلوس 6 اكس بلوس 9 سوبيريور ايكوال زيرو. بغيت نخرج هاد ليكواسيون هادي، انا نرجع نجي نكتب انا اكس او كاري بلوس 6 اكس بلوس 9 ايكوال زيرو. كاين بزاف طرق، انا نعطيكم الطريقه اللي هي فاسيل بور تو الموند. غادي ندير دلتا، غتحسبوا دلتا غتلقاو زيرو، يمكن ليكم تاكدوا. يا بخي غادي يكون عندنا حل واحد اللي هو غادي يكون تيتكبس سو فورم موان بي سور دوزا. الا حسبتوها مزيان غادي تلقاو هو موان 3 تلقاو موان 3 داكوغ. اذا هنا شنو تمشي ندير؟ ندير واحد الطابلو يعني كنكتب هاد ليكسبريسيون موان انفيني بلوس انفيني موان 3 هنايا. لقينا هادشي كيتنعدم غير في عدد واحد. هنا في هاد البلاصة و البلاصة كنديرو سين وحدة اللي هي لو سين ديال أ. أ كيدير هنا بوزيتيف، كندير هنا بلوس و هنا بلوس. دونك سنعطي دابا السوليسيون اس شنو تتساوي. ملي تنبغي نعطي السوليسيون كنجي نشوف هنايا غادي نشوف هاد ليكسبريسيون هادي فوقاش تكون كبر من زيرو، يعني فوقاش تكون بوزيتيف. كاينه هنا وكاينه هنا، يعني في لانترفال موان انفيني موان 3 وحتى في لانترفال موان 3، يعني عندنا غير لي بلوس. سافو دير هاد ليكسبريسيون راه بوزيتيف على موان انفيني بلوس انفيني، يعني على ار كله. اذا يمكن لي انا ندير ار لانه عندنا غير لي بلوس في لانترفال كامل موان انفيني حتى موان 3 وموان 3 راه هو لانترفال موان انفيني بلوس انفيني. دونك ندير اس ايكال تخيل كون لقينا هنا موان هنا موان وحنا عندنا هنا خاص يكون هادشي بوزيتيف. هنا ندير لونسون في لانه في هاد الحالة هاد ليكسبريسيون ما نلقاش بوزيتيف الا كانت هنا موان ولا موان. داكوغ، دونك ديما نرد البال. هادي طريقة، كاين اللي يقدر يجاوب على هادي بطريقة أخرى. وشوفوا معايا هذا إلي تخي امبورطون، شوف معايا يقدر يجاوب بهاد الشكل اكس او كاري بلوس 6 اكس بلوس 9 سوبيريور ايكال زيرو. سيتادير تبان لي هادي ايدونتيتي روماركابل، راه هي اكس بلوس 3 لو تو او كاري كبر من زيرو. ومن بعد غادي تبان لي هاد لينيكواسيون اللي توجور فيريفي. علاش؟ لانه ديما الا كانت عندنا شي بويسونس ملي تيكون هاد ليكسبوزون بار ديما هاد البويسونس راه كبر من زيرو. حنا الا كنا كنحلو في شي انيكواسيون و ا سيغتان مومون بات لينا واحد لينيكواسيون توجور فيريفي، عندك الحق تجي تقول اس ايكالا ار و تجيستيفي كار سيت ان ايكواسيون اي توجور فيريفي كيل كو سوا اكس ابارتيان ا ار. لانو هادي قاعدة حنا تنعرفو، متى تكون عندنا هادي راه كلها بويسونس، هادي متى تكون بويسونس و ليكسبوزون بار جوج هنا ولا ربعة ولا ستة راه ديما هادشي غيكون كبر من زيرو. اذا يمكن لي نجاوبها، نشوف جوست صورة و استنتج، مدرتش قاع هادشي لي كاين هنايا. ولكن هادي شكون اللي تيديرها؟ التلاميذ اللي تيكونوا متمكنين مزيان بكثرة التمارين تلقاهم تيجاوبو كومسا. داكوغ، تخي بيان. فوالا، دونك تقريبا قاع داكشي اللي هو امبورطون اللي خصنا نكونو عارفينو درناه دابا. نزيدكم غير واحد الحالة ممكن تصادفوها ملي تتكون عندنا مثلا فالو ابسولي. تقدر طيح مثلا في شي حاجة دايرة بحالك اكس بلوس 2 انفيريور ايكوال 3. الا طحتي في شي حالة دايرة هاك ماشي ليكواسيون، ولكن قليل فاش تطيحو فيها. بالنسبة للتنظر على الثاني بكالوريا قليل فاش تطيحو فيها هادي، غير الا طحتو فيها. هنا كنطبقو واحد القاعدة، ملي تكون لافالو ابسولي صغير من واحد العدد اللي هو بوزيتيف، هاهي نكتب هاد القاعدة. تتكون لافال ابسولي ديال اكس بصفة عامة صغر من اخ، هنا انفيريور ايكال معندناش مشكل. هاد ليكسبريسيون بغيت تحيد لافال ابسولي تقدر تكتبها كومسا، هنا موان اخ و
هنايا. يعني هاد اغ تتخليها في هاد الجهة تتولي هاد ليكسبريسيون تتولي على هاد الشكل، تخلي اغ هنايا هنا ولكن فوقاش تكون هاد القاعدة صحيحة. إلا كانت اغ بوزيتيف هنا 3 بوزيتيف نقدر نطبقو هاد القاعدة، وهادي قاعدة شفتوها في 5. يعني واش نقدر نكتب اكس بليس 2 انفيريور 3 سوبيريور موان 3، ومن بعد تنكادر اكس باش تبقى ليا اكس لداخل خاصني نقص جوج من هنا لداخل وحتى من الجناب. إلا نقص جوج غتبقى ليا غير اكس، وهنا 3 ناقص جوج شحال نقدر نكتبها هنايا ماشي مشكل باش تبان ليا، موان 3 موان 2 هنا اكس تولي موان 5 وهنايا تولي 1. اذا هنا واحد لينيكواسيون بغينا نعطي السوليسيون ديالها اكس اللي كومبري انتر موان 5 و 1 ساو دير لانترفال موان 5 1 كوم سا موان 5 1. هادي ما تلقاوهاش في الثانية بكالوريا في التمارين، ما تقدروا تحتاجوها الا كنتو تخدموا التمارين اللي هما صعاب داكوغ. فوالا كاين دوطر مي كاين وحده اخرى هنا ملي تكون عندنا سوبيريور حتى هي ماشي مشكل نعطيها لكم. نعطيكم بعدا القاعده ملي تكون لافار ابسولو ديال اكس كبر من واحد نون بوزيتيف، هاد ليكسبريسيون او بيان دي نيجاتيف اللي بغينا نحيدو هاد لافار ابسولو تتعني ان اكس كبر من اغ، او بيان اكس انفيريور موان اغ افترضو هنا سوبيريور كاع فوالا ايكال هنا ايكال. اذا نعطي شي اكزومبل بحال هذا، تخيلوا مثلا عندي اكس لافار ابسولو ديال اكس سوبيريور كالا مثلا 5، هنا اغ ضروري سيكون بوزيتيف. دونك شنو تتعني هادي؟ هادي الا بغيت نخرج هاد ليكواسيون شنو تتعني؟ ان اكس سوبيريور كالا 5 و اكس انفيريور موان 5. هاد جوج الا قلبناهم هادي درناها هنا وهادي غتبقى داكشي صحيح. هادشي اللي درت انا اكس كبر من 5 انا خليتها، ثم اكس انفيريور الابوزي ديال 5 اللي هو موان 5. اذا بغيت نعطي هنا السوليسيون اس شنو تساوي؟ هاد لانترفال مادام عندي او تكون اونيون، هاد لانترفال شنو هو؟ راه هو 5 بلس انفيني، هي 5 بلس انفيني، وهاد او تنعوضوها ديما باونيون، والسوليسيون ديال هاد ليكواسيون راه هي موان انفيني موان 5. فوالا شيغز اليف سي تيرميني بوغ لي زينيكواسيون. Et j'espère, Inch'Allah, nous vous retrouvons dans d'autres vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.